الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بالتحرك لضرب اتفاق سري جرى بين العراق وبين إيران مؤخرا، وهذا كله نشر من خلال الإيران انترناشنال يوم أمس، التي تحصلت على هذه المعلومات من مصادر في بغداد مطلعة، هي التي أبلغتها بجميع تفاصيل ما جرى. والذي ذكرته باختصار بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا قد تحصلت ووصلت لها تقارير تتحدث بأن هنالك عمليات تبادل تجارية ممنوعة وتحويلات لمبالغ ممنوعة تجري بين العراق وتجري بين إيران، وبأن هنالك مبلغا كبيرا قد تم إرساله من داخل العراق إلى داخل إيران باستخدام الدولار الأمريكي العملة الصعبة، وهذا الأمر طبعا ممنوع على العراق، وممنوع على العراق أن يقوم بأي تبادلات تجارية باستخدام الدولار الأمريكي. ما هو مسموح من الولايات المتحدة الأمريكية، أنت مسموح لك يا عراق أن تقوم بالتبادلات التجارية مع إيران باستخدام الدينار العراقي وليس الدولار الأمريكي، وذلك ببساطة لأن هنالك عقوبات مفروضة على إيران بعد الانسحاب من الاتفاقية النووية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في عام 2018 في زمن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تفرض الكثير من العقوبات على إيران، وذلك من أجل أن تتحقق هذه الاتفاقية ولمنع إيران من الوصول للقنبلة النووية، وبالتالي هذا يعتبر جزءا كبيرا جدا من الضغط. وبالتالي أن يقوم العراق الآن بإرسال الدولار إلى الداخل الإيراني هي تعتبر مشكلة، وهي تعتبر منفذا لإيران للخلاص من العقوبات الأمريكية، وهذا ما أزعج الإدارة الأمريكية كثيرا. وهذا بالتفصيل ما ذكرته هذه المصادر لإيران انترناشنال، وقالت الآتي: واشنطن تلقت تقاريرا عن قيام العراق بإجراء تجارة مع إيران باستخدام الدولار الأمريكي على الرغم من العقوبات المفروضة على طهران. وأضافت: الأسماء وأرقام الحسابات المصرفية التي تعاملت سرا مع إيران لم يتم الكشف عنها بعد، لكن إدارة بايدن اكتشفت أنه تم تحويل مبلغ كبير من الدولارات الأمريكية من العراق إلى بعض الدول من ضمنها إيران. إيران انترناشنال بشكل مثير أشارت لزيارة رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني الشهر الماضي لإيران، وأشارت إلى التقارير المتضاربة التي كانت قادمة من عدد من الوكالات والصحف الإيرانية، وحتى المونيتور وثقتها بأن هنالك اتفاقا قد تم من خلال هذه الزيارة بقيمة 4 مليارات دولار. المونيتور أكدت بأن الاتفاق الذي تم بين إيران والعراق هو أن على إيران أن تقدم خدمات فنية وخدمات هندسية للعراق مقابل 4 مليارات دولار. وهذا الاتفاق جاء على أساس مهم ذكرته هذه الصحيفة، بأن إيران قالت للعراق بأننا تعرضنا إلى الكثير من الخسائر منذ مارس عام 2022 وحتى نوفمبر من هذا العام بسبب التخبطات والأمور التي جرت وتأخير تشكيل الحكومة واشتباكات الخضراء وغيرها من الأمور التي أدت إلى ما أدت إليه، وعلى هذا الأساس نريد تعويضا منكم. وبالتالي المونيتور ذكرت بأن هذا الاتفاق، وحتى الصحافة وبعض الصحف المهمة الموجودة في إيران نقلا عنها، بأن هذا الاتفاق جاء من أجل تعويض إيران ب4 مليارات، تعويض إيران عن الخسائر التي تعرضت لها في تلك الفترة من مارس وحتى نوفمبر من هذا العام بسبب أن الصادرات الإيرانية انخفضت وبالتالي الواردات انخفضت وتأثرت كثيرا. عوضونا أيها العراقيون، وجاء هذا الاتفاق بشكل مثير للغاية هنا. ومع الإشارة لهذا الأمر، The National كانت قد تحدثت يوم أمس نقلا عن عدد من المسؤولين، عدد من الخبراء، وحتى أحد النواب تحدث عن هذه المسألة بأن الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا البنك المركزي الأمريكي بدأ بالتحرك ضد الرصيد الخاص بالبنك المركزي العراقي. نتحدث هنا عن الرصيد الدولاري الخاص بالبنك المركزي العراقي، والذي تحدثت عنه بأن الولايات المتحدة بدأت تشدد ومنعت أساسا وتوقفت عن إرسال الدولار الأمريكي والعملة الصعبة للعراق، أوقفت هذه التحويلات من خلال، وكما تحدثنا، التي تتم عن طريق تعزيز الرصيد الدولاري الخاص بالبنك المركزي العراقي، توقفت تماما عن هذه المسألة. وهذا الرصيد أساسا قد خفض إلى 25%، بالإضافة إلى ذلك إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي استبعد 4 مصارف في العراق من مزاد العملة، وهذا ما أدى إلى انخفاض المبيعات الخاصة بالبنك المركزي العراقي إلى الثلث، وهذا ما أدى
إلى ما نراه اليوم من سعر صرف الدولار وارتفاع الدولار طبعا مقارنة بالدينار العراقي الذي وصل إلى ما وصل إليه من مراحل خطيرة للغاية. بل أيضا تحدث The National بأن هنالك ضغطا من الولايات المتحدة الأمريكية على العراق بأن لا يقوم بصرف مبلغ مستحق لإيران بقيمة 10 مليار دولار من مبيعات الغاز التي تقوم بها إيران عادة وبشكل مستمر للعراق من أجل العراق أن يستخدم هذا الغاز الطبيعي في الحصول على الطاقة الكهربائية. بالتالي هنالك أيضا ضغطا على العراق أن لا يصرف 10 مليار دولار، وهذا يفسر كثيرا ويفسر كل ما نراه اليوم من سعر صرف الدولار الذي يسبب أزمة كبيرة جدا. اليوم في الصباح الباكر سجلت بغداد بهذا الشكل 159 كما تلاحظون و 158 بينما هو مطلوب ومعروض، وأيضا في الجنوب وصل إلى أكثر من 160 من المعروض ومن المطلوب، ومراقبين وخبراء اقتصاديين وجدوا بأن هذه الأسعار ستزداد كثيرا بسبب هذه الضغوط التي تحدثنا عنها، حيث أن The National أكدت أن الإدارة الأمريكية منزعجة تماما من هذه التفاصيل. لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد هنالك أي إعلام أو إعلان رسمي، ولكنها تفاصيلا أصبحت متوفرة لنا كما نتحدث الآن. ومشكلة ومسألة انزعاج الولايات المتحدة الأمريكية من العراق في هذه المسألة بشكل مثير بدأت تظهر منذ 7 ديسمبر. لاحظ الزيارة كانت لرئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني الشهر الماضي، وبدأت هذه التفاصيل تأتي مع بداية الشهر. فجأة الكونغرس الأمريكي في 7 ديسمبر بدأ ينظر بكل ما يجري في الداخل العراقي، بدأوا بمناقشة العديد من الأمور فيما يتعلق بميزانية وزارة الدفاع الأمريكية فيما يتعلق في العراق وليبيا وحتى المملكة العربية السعودية، وبدأوا ينظرون بالأموال التي يصرفونها طبعا من خلال 748 صفحة في الكونغرس، بدأوا يناقشون كل شيء فيما يتعلق في العراق. فجأة تحدثوا بأن الأموال الآن المصروفة وأقروا بهذا الشكل من موازنة ومن ميزانية لعام 2023 بأن الأموال المصروفة للعراق الآن هي 300 أو أكثر من 322 مليون دولار لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي ومواجهته، كذلك دفع رواتب البيشمركة ودعم العراق في مسألة محاربة الإرهاب. مايكل نايتس وعددا من الخبراء تابعوا حقيقة بأن هذا المبلغ هو أقل بأكثر من 32 مليون دولار مقارنة بما صرف في عام 2022، أي أن المبلغ أقل الآن. وكذلك الكونغرس وجه وزارة الدفاع الأمريكية لاتخاذ عدد من الإجراءات، الأهم من هذا الأمر بأنهم أبقوا قرارا كان من المفترض أن يتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ الأمريكي، ألا وهو التخويل طبعا لاستخدام القوة في الداخل العراقي، ألا وهو Authorization for Use of Military Force لعام 2002 الذي على أساسه الولايات المتحدة الأمريكية غزت العراق في عام 2003، وكذلك على أساسه استخدموه طبعا في اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في حادثة المطار الشهيرة في عام 2020. وبالتالي هذا القرار أبقوه كسلاح بيد الرئيس الأمريكي جو بايدن، وطلبوا كما تحدث من وزارة الدفاع الأمريكية بأن تقوم بإعادة التقييم مع ما يجري مع العراق، ما هي الاستراتيجية لعام 2023؟ لم نسمع أي تقييم بهذا الاتجاه، وأيضا طلبوا تقييما فيما يتعلق بالمخاطر الإيرانية القادمة لإقليم كردستان، كم هي خطرة على الإقليم، كم هي خطرة على القوات الأمريكية والمستشارين الأمريكيين الموجودين هناك، وكذلك طلبوا تقييما عن طبيعة الفصائل المسلحة المقربة من إيران الموجودة في العراق والموجودة في سوريا ومدى تقاربها الآن مع إيران. يريدون معرفة كل شيء من وزارة الدفاع الأمريكية وصرفوا هذا المبلغ الذي نتحدث عنه. وبالتالي واضح جدا أن هنالك نقاشا حادا وكأنهم يعرفون شيئا، وعلى هذا الأساس كما نتحدث بالإشارة إلى الاتفاقية التي جرت بأربعة مليار دولار، وكأن إيران انترناشنال تتحدث أن هذا المبلغ الذي تم الاتفاق عليه وأن هذه التحويلات وكأنها تم تحويلها بالدولار الأمريكي، ولذلك كان هنالك انزعاجا في هذه المسألة التي نتحدث عنها. ولكن المسألة لا تأتي ضد العراق بشكل مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، المسألة بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد للعراق أن يعطي الدولار الأمريكي والعملة الصعبة لإيران، وبالتالي تجد منفذا للخلاص من العقوبات، لأن إيران والوضع في إيران قد اختلف. فإيران الآن هي متدخلة في الحرب الروسية الأوكرانية، ترسل الطائرات المسيرة، تقارير عن إمكانية إرسال الصواريخ البالستية، والغرب كله يترقب ما ممكن أن يكون قادما من خطة روسية لضرب كييف وضرب البنى التحتية
تحتية باستخدام هذه الأسلحة الدقيقة التي طورتها مؤخرا بالنسبة للطائرات المسيرة التي بدأت تتحمل درجات الحرارة المنخفضة، وأصبح نظام الوقود الخاص بطائرات شاهد 136 متطورا وخطرا للغاية وقادر للعمل بفاعلية. وبالتالي هم يعلمون أن هنالك ضربات ستأتي على البنية التحتية خلال الشهرين القادمين، وبأن نهاية فبراير القادم ستكون خطيرة جدا على كييف، لأن هنالك مناورات وتواجد روسي بيلاروسي في هذه المنطقة، مع وجود صواريخ اسكندر أيضا التي أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية مؤخرا بأنها أصبحت جاهزة. وبالتالي هم قلقون من مسألة التقدم تجاه كييف وأن يسقط النظام هناك ويتغير كل شيء. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضغط بشكل كبير على إيران لإيقاف هذه الإمدادات، محاولة محاصرة بوتين وعدم جعله أن يستخدم وأن يستفيد من كل مساعدة يتحصل عليها، إن كانت من إيران، إن كانت من بيلاروسيا، أو إن كانت أيضا من كوريا الشمالية. وبالتالي المسألة يا عراق لا ترسل العملة الصعبة، وبالتالي أنت ستتعرض للضغط لكي لا ترسل هذه العملة لإيران. وعلى هذا الأساس هذه هي التفاصيل ببساطة. وأساسا الولايات المتحدة الأمريكية قد حققت مؤخرا هي وأوروبا الكثير من الضغط على إيران، ولا تريد لهذا الضغط أن يخف. الضغط إذا ما جئنا إلى إيران تحديدا وإلى العملة الإيرانية، الريال الإيراني، فهنري روم الذي ترونه أمامكم هنا هو أحد الخبراء الاقتصاديين الدوليين. الرجل مؤخرا كان قد تحدث كما تلاحظون هنا في هذه وهذا التقييم المهم للغاية لما يجري في الاقتصاد الإيراني تحديدا مع الضغوط الغربية، بأن الريال الإيراني مقارنة أو في مواجهة الدولار أيضا هو في مرحلة انهيار كما تلاحظون. هو قد انخفض كثيرا مقارنة بأي شهر ماض، لاحظ كيف كانت الأمور في أغسطس وكيف أصبحت الآن في ديسمبر، هبوط كبير جدا إلى درجة إلى أن الريال الإيراني وصل إلى 400,000 ريال مقابل الدولار الواحد، وهذا يعتبر رقما قياسيا وانخفاضا قياسيا وانهيار للريال الإيراني بسبب هذه الضغوط الدولية وأيضا على مستوى التضخم، فالتضخم وصل إلى مستويات عالية للغاية في الداخل الإيراني. على سبيل المثال مما ذكره هذا التقرير بأن في نوفمبر عام 2022 من هذا العام أي الشهر الماضي ارتفع التضخم ووصلت نسبة التضخم إلى 68% مقارنة بنوفمبر من العام الماضي. وبالتالي هنالك ضغط عالي جدا تبحث عنه الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق شيء ما مع إيران وإيقاف إمداد الأسلحة لروسيا، وكذلك للوصول إلى اتفاق معها، وأيضا لإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان التي تتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية مما يجري من الاتفاق أو مما يجري من التظاهرات الموجودة في الداخل الإيراني طبعا. وحتى الدول الأوروبية تحركت كما تلاحظون مؤخرا، مثلا ألمانيا قامت بإيقاف عملية الترويج للقيام بأعمال تجارية أو التجارة مع إيران، هنالك عقوبات مستمرة من المملكة المتحدة وغيرها، هنالك الكثير من الأمور التي تجري على إيران، حتى أن إيلون ماسك الملياردير الأمريكي الرجل الأكثر شهرة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى على مستوى العالم تحدث اليوم وقال نقترب من 100 جهاز ستارلينك نشط في إيران. اليوم هو تحدث عن هذه المسألة، وبالتالي هو يوفر خدمة الإنترنت لكل المتظاهرين، وبالتالي يستطيعون الوصول وإيصال الصور والفيديوهات والتواصل مع العالم الخارجي دون أن يتأثروا بما يقوم به النظام الإيراني. لاحظ التركيز الكبير على إيران في هذه المسألة. وبالتالي وعلى هذا الأساس واضح جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد للعراق أن يصل إلى نقطة معينة إلى مساعدة إيران في هذه المسألة، وقد تفسر كل هذه التفاصيل الكثير طبعا مما نراه اليوم من مشكلة حقيقية قد تضع العراق أمام ثورة جياع خطيرة إن استمر الوضع على ما هو عليه.